بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، هذا الشعر الذي سوف أقرأه ألفته وكتبته في 1/3/2011 هو هدية خاصة وحصرية إلى الثوار حينما كانوا هذه الثورة المباركة التي بدأت من تونس الحبيبة ومرت بمصر الطيبة وانتهت وما زالت وليست الأخيرة في ليبيا وسوريا واليمن. هذا الشعر عنوانته ثورة مضروب. أنا اسمي عبد الملك موسى علدون. أبدأ أقول: سأمسح الدمع من عيني وأعلن موت مأساتي، سأعلو متن راحلتي وأركض خلف غاياتي. أنا الشعب الذي ظلموه، أنا من ذاق ويلاتي، سأقتل كل أعدائي وأحرقهم بثوراتي. مضى عمري وأيامي ولم تشفى جراحاتي. طرابلس سوف نفتحها، طرابلس سوف نفتحها، لقد طالت معاناتي. أنا من مصر حررها فبلغها تحياتي. وفي سبأ سنفعلها ولن تأخذ سويعاتي، وفي يمن سنفعلها ولن تأخذ سويعاتي. تحياتي لتونستي، تحياتي لتونستي معلمتي لثوراتي، تحياتي لتونستي معلمتي لثوراتي. أنا غضب وقنبلة سأسحقكم أميراتي. جزائرنا سناتيك، جزائرنا سناتيك وإن طالت مسافاتي. إذا ما خلت إسكاتي سأرسل كل صيحاتي، ستنشر في جزيرتنا خبر عاجل بساعاتي. إذا ما خلت إسكاتي سأرسل كل صيحاتي، ستنشر في جزيرتنا قناة الجزيرة خبر عاجل بساعاتي. أنا الشعب المريد كذا، أنا الشعب المريد كذا بأن تسقط قياداتي. الشعب يريد إسقاط النظام. أنا الشعب المريد كذا بأن تسقط قياداتي. أنا من كان مغتربا على أرضي وساحاتي، تكشر حين تغتر، تكشر حين تقتلني وتبكي في جنازاتي، تكشر حين تقتلني وتبكي في جنازاتي. جلبت العار في بلدي وسببتم كراماتي، جلبت العار في بلدي وسببتم كراماتي. لماذا أنت ترفضنا ولا تسقي بصيحاتي؟ لماذا أنت ترفضنا؟ نقول لك ارحل ارحل ارحل. لماذا أنت ترفضنا ولا تسقي بصيحاتي؟ سأعلن اسم مملكة بعد رحيل، سأعلن اسم مملكة بلا ملك ورايات. يعيش الكل في أمن ولا عبد وساداتي. سأحرق كل أوراق تفرقنا جماعاتي. سأعلن الدين إسلاما وتحكمها شريعاتي. سأعلن اسم مملكة بلا ملك وراياتي. يعيش الكل في أمن ولا عبد وساداتي. سأحرق كل أوراق تفرقنا جماعاتي. سأجعل الدين إسلاما وتحكمها شريعاتي. هو الشعر الوحيد الذي سيخلد من كتاباتي، لأن الشعب ألهمني وأشعر نار كلماتي. أنتم يا أيها الشعوب، هم أنتم من ألهمتموني هذا الشعر، وهو هدية لكم. هو الشعر الوحيد الذي سيخلد من كتاباتي. لماذا؟ لأن الشعب ألهمني وأشعل نار كلماتي. كظمت الغيب أزمنة ولم أطلق نحيباتي، كظمت الغيب أزمنة ولم أطلق نحيباتي. فلا وغد سيحكمنا وداعا للطواغيت، فلا وغد سيحكمنا وداعا للطواغيت. كتبت الشعر من بلدي. من أين كتبت الشعر يا عبد الملك؟ كتبت الشعر من بلدي غدا مثلا لويلاتي، كتبت الشعر من بلدي غدا مثلا لويلاتي. صمام، وضحت الأمر يا خنفر. وضح خنفر، هذا الخطاب لوضح خنفر مدير عام شبكة الجزيرة، وأشكره. وضحت الأمر يا خنفر، وأشكر كذلك كل قناة غطت بنزاهة بحيادية الأحداث والثورات التي كانت. وضحت الأمر يا خنفر، شعلت الناس مأساتي، جعلت الناس تسمعني وتهتف لي هتافات. يعيش الشعب في بلده فشكرا لك جزيلاتي. وضحت الأمر يا خنفر، شعرت الناس تسمعني، شعرت الناس مأساتي، جعلت الناس تسمعني وتهتف لي هتافات. يعيش الشعب في بلدي فشكرا لك جزيلاتي.
أنا من بات مهموما على وضعي وحالاتي، إذا ما الناس تقرأني تثير العطف حالاتي، سئلت العيش مهموما وشرحي حال حالاتي، سكبت الدمع منهمرا على خدي وغاباتي، وسال الدمع أودية وتجرفني مصباتي، سقيت البحر من مائي وعمري كل طاقاتي. جمعت الناس في حشري، هذه المظاهرات، هذه المظاهرات التي جعلت القادة يفرون. جمعت الناس في حشد مناظرهم مخيفاتي، جميع الشعب قد لبى وما خيب نداءاتي، لقد خرجوا بآلاف بصولات وجولات، فلا ميدان يكفيهم ولا رمي الرصاصات. جمعت الناس في حشد مناظرهم مخيفاتي، جميع الشعب قد لبى وما خيب نداءاتي، لقد خرجوا بآلاف بصولات وجولات، فلا ميدان يكفيهم ولا رمي الرصاصات. تقول الكون يشبهنا، هذا البيت خاصة لمعمر القذافي. تقول الكون يشبهنا، مجلس الدومة قصفوه وما شابه ذلك، أمريكا فعلت، روسيا فعلت، وأنا سوف أفعل بكم هكذا. يقول لنا، تقول الكون يشبهنا وتدخلنا متاهات، أنا مالي ومال الناس، ومال الناس بما ولاتي، أنا مالي ومال الناس، مالي ومال الدول مجلس دوما، مالي ومال أمريكا، مالي ومال الذين يسحقون شعوبهم، أنا مالي ومال الناس، ومال الناس مولاتي، قصفتونا بزاوية وما هن بغارات، قتلتونا بلا نوف، أما لانت عزيماتي، أنا من مات والده، من أنا؟ أنا من مات والده، وعذبتم شقيقاتي، وقبحتم محاسنه، وصادرتم جريداتي، إله الناس باركني، إله الناس باركني، وبارك لي نجاحاتي، أتيت إليك مدعيا على من حل حرماتي. انتهى هذا الشعر. مرة أخرى أقول، هذا الشعر هدية خاصة وحصرية للثوار، كل الثوار أينما كانوا، مهما تعددت جنسياتهم وألوانهم ولغاتهم، فلكل ثائر مظلوم مقهور هذا الشيء أهديه، من عبد الملك موسى عردون من مدينة برع الصومالية. أحييكم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.